أنا اسمي يوسف فرج، عندي 11 سنة، وفي الكونسرفاتوار بعزف تشيلو وهناك ميزة فويس كيدز. هو إحنا لما نزلنا للمطار استقبلونا استقبال رائع 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 مفيش زيه. وبعد كده وصلنا للفندق بلاج، طبعا خدمة هايلة هايلة هايلة، وإن شاء الله نزوره ثاني. وفندق جميل جدا جدا جدا، وهو وخدماته كمان كويسة جدا جدا. وأنا بشكر موظفين الفندق، بشكر مدير الفندق كمان، وبشكر صاحب الفندق الحاج محمد دي على استضافهم لينا، وكان الحقيقة شهر ممتع بالنسبة لنا.